عدى مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ما نشر بشأن إلغاء مجلس الوزراء السابق قرار زيادة رواتب عناصر الحشد الشعبي كذبا صريح. مكتب العبادي ذكر في بيان له أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل شهرين بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار بالشهر، ويكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار بالسنة، أي بمعدل زيادة قدرها 24%، ليكون راتب المقاتل في الحشد الشعبي يساوي راتب الجندي، مضيفا أنه تمت الزيادة ابتداء من الشهر الماضي، ولم يتم إطلاقا إلغاء هذا القرار في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.